السلامة كملنا دوك مع البارتي كورتا باش نبدو لي زيكزارسيس في الشابيتر اكتيفيتي نوميريك دو رينا لي هو الكل دي فورمول دو كالكول فما لي ريغل دو كومباريزون فما لي بويسونس فما راسين كاري فما دوك ريناهم الكلهم مع بعضهم الكل بعض. كان تحسبوهم فما فانت نوف فورمول ريت النومبر يظهر لك كبير لكن ما اسعار صعاب معناها نطبقوهم بالباهي لي فورمول هاذوك اون فوا طبقتهم بالكدا وفهمتهم باش يولي الخدمة تولي الخدمة بهم ماشينال هذاك لوبجيكتيف نتاعنا في الشابيتر هذا انك انتي une fois pour toutes, à l'aide du calcul mental. Donc, n'abdober l'exercice le 1, écrire plus simplement les réels. Attendir a, b, c et d. N'abdober réel a, donc a égal, anna notre réel a, a égal 3 plus 2 sur 5 moins 4 sur 3 اي كالكول باش نعملو راني اون فا سو خدمناهم في البارتيكور كور دونك لهنا قال لي اكري سامبلومون في توحيد المقامات دونك باش نخليها 3 بور رينا هذا هي في هذا إلا هذا في هذا على هذا في هذا طبقها دونك بلوس دو تروا اللي هي. دو سيس. بعد عندي 4 فوا 5 اللي هي 20 sur 4 5 3 اللي هي 15. دونك هنا طبقت القاعدة الأولى اللي ريناها. 3 بلوس 6 20. دونك باش تجينا 14 sur 15. بلوس

عندي الحق نعملها هذه هكا تنحطها لكم بلون مغاير باش تفهموا شنو الحاجه اللي عملتها لهنا اني جيت للتروا هذا كتبت سور 1 وباش نعاود نطبق عليه توحيد المقامات كيفاش نطبق نعمل 3 فوا 15 3 فوا 15 مو 14 فوا 1 14 فوا 1 سور 15 فوا 1 اللي هي 15 ونحسب 3 فوا 15 هي 45 45 14 سور 15 Egal. 45 moins 14, j'aurai égal 31 sur 15. Et voilà donc l'A. L'A, on a trouvé, égal 31. Écrire plus simplement, donc 31 sur 15. L'A, ça y est, on a le B. C'est l'A. J'ai le B. Le B est égal 1 sur 2 moins 3 سور 4 بلس 1 كيف كيف توحيد مقامات لهنا عندي شوا اما بطبيعه باش نحسب هذي بعد هذه بعد هذا كيما تنجم راه توحد المقامات اون فوا بور توت عطو نشوفوهم دونك هنا كي نوحد المقامات نجم نعمل هذا في هذا الا هذا في هذا على هذا في هذا كما استنسنا فما بازا زاد تعاوني بالكدا وقت يبدا الدينوميناتور منهم ملتيبل دو لاتر كيما هنا الكات هي ملتيبل دو دو تولي مش لازم نعمل هذا في هذا يولي الدينوميناتور كومان هو الكات خاطر الكات ستة تا ملتيبل نولي وقتها شنو نعمل اون فا لهنا اون او اي با دو شنو تجينا دونك تجيني دو سور كات كتعمل دو فوا ان هي دو و دو فوا دو كات موان تروا سور كات هادي كنخليها والآن الان شنكتبو با عبارة عندي سور ان لهنا راهو دونك تجيني كات سور كات دايور الكات سور هو ان ريتو هاد لهنا دونك تولي لي لهنا تو هي دو موان ثلاثة كات le tout sur 4 هنا سهلت على روحي سينو اذا تكتب تخدم بالفورمول اف وا بي موان سي وا دي سور بي وا دي كيف كيف باش تلقى نفس النتيجه دونك هنا 2 3 هي -1 1 4 3 3 دونك انا سامبليفي البي لقيناه ايغال 3 سور 4 دونك هنا ديما مع لي كالكول نشوفوا السي كيف كيف هنا عندي الديناميناتور فما فما 3 فما 4 وفما 2 فما عندك حاجتين يتوحد المقامات هذوما وحدهم وبعد تعمل معاهم الدو يا تشوف شنو المقام المشترك اقرب مقام مشترك بيناتهم plus petit comme un multiple. Voilà, PPCM binetum, هو 12. Sinon, خلينا نطبقوا القواعد اللي عندنا في الكور. نبدا نوحد المقامات لهذوما زوز. كيفاش؟ 1 x 4 اللي هي 4 plus 3 x 3 اللي هي 9 sur 3 x 4 اللي هي 12 1 sur 2 Egal 4 9 هي 13 13 sur 12 هكا mm -hmm. 1 sur 2.

نجم نعمل كيما ما كيما عملت لهنا كيما نجم نلاحظ انه المقام المشترك لهنا هو 15 دونك قلنا لهنا المقام المشترك هو 15 علاش 15 خاطر عندي اه كنام 3 في 3 وهذا في هذا وبعد 3 في 5 هو 15 دونك انا عارفه اللي هو 15 اسمو مولا هذه خليني نربح من توا حتى هي هي ما يمبرسيب سور 1 تولي لي 2 في 15 2 في 15 سور 15 انا كنت 15 تبقى لك 2 Moins, tu vas la multiplier en haut et en bas par 5. Tu as les 1 fois 5, il 5, ou 3 fois 5, il 15. Ou, tu vas la multiplier en haut en bas, tu 15 par 3. 3 fois 5, il 15. Donc, plus 3 fois 3 sur 15. On va faire la même chose sur le dénominateur. Le 1, je 15 sur 15. Plus, je multiplie en haut en bas par 3, puis 15, donc 9 sur 15.

نمشي بشوي باش ما نغلطش في الكالكول موان خمسة وبعد عندي بلس ثلاثة معناها بلوس تسعة سور خمسة، في الدينوميناتور عندي خمسة بلس نوف موان دونك لهنا جوري هي 14 سور خمسة. نعاودوها كانز هي 24, 24 10 هي كاتورس نعملو نفس الشيء في النوميراتور دونك لهنا عندي

الكلها سور 14 سور 15 توا باش نطبق ا سور بي سور سي سور دي ريتو الشابيتر هذا لي فورمول اللي قريناهم الكل باش نطبقوهم في لي زيكزرسيس دونك انت ما تكمل تعاود الكور ما تكمل تخدم بالسيري ديكزرسيس اون برينسيب سي تكون سيطرت عليهم الكل بالباهي دونك فوا هنا نضرب في المقلوب دونك 15 سور 4 أه 14 خاطر قاعده تقول لي ا سور بي سور سي سور دي هي ا سور بي فوا دي سور سي égal donc إحنا هنا عندنا 34 اذا وعنا قاعده اخرى اسور بي فوا سي سور دي هي ا هذا في هذا على هذا في هذا باش نكتبها 34 ريتو هنا ديما نرجع للكور نتاعي للي فورموله قاعده نطبق فيهم. pardon donc égal هنا 15 سور فوا سور 15 فوا 14 vous pouvez remarquer qu'a l'ufa 15 هنا je peux le simplifier تبقى لي 34 سور 14. Nous simplification. On a deux nombres pairs. Je peux simplifier par 2. Si je divise 34 par 2, je dis 17. 17 fois 2, il y a 34. Et 14 sur 2, il y a 7. Donc, le D, on a simplifié. Égal 17 sur 7. Et voilà, donc, on a terminé avec cet exercice. À exercice 2, calculer. On a A égale.

على هذا في هذا في هذا دونك باش تجي عندنا لهنا 21 × 2 × 4 sur في الدينوميناتور عندي 8 × 7 × 3 égal نبدا نحسب باه لهنا باش تحسب كيما تحب تنجم تحسب هذا الكل ومره واحده هذا الكل هنا انا شكون باش نحسب عندي 21 و 2 × 4 هي 8

انا كالكولي شنو هو البروبريتي اللي استعملتها لهنا استعملنا كونو ا سور بي فوا سي سور دي هي ا فوا بي سور سي فوا دي كي تزيد تضربها في عدد داخل تبقى ديما نفس الحكايه نجي نشوف البي مانتنو البي هي موانز 1 سور 5 فوا 10 سور 11 فوا موان 1 سور 6 هنا أول حاجه عندي دي سيني وعندي قاعده في السيني موا، إيش تقول القاعده هذه؟ في البرودوية كي تبدا عندك برودوي باش تعرف في اللخر بالكل هل العدد هذا سالب ولا موجب، تحسب قداش عندك من سيني موا، كان العدد متاح مع عدد زوجي، زوجي معناها بير يعني دو، كات، سيس، تنحي السيني موا يولي لك العدد موجب، كانو عدد فردي. تنحيه ماك لي موان تخلي موان واحدة راهو سالب هنا عندي الموا مرتين دونك العدد موجب دي. يعني نا سينما باش نحيه نرتاح منه ونطبق القاعده ا سور بي فوا سي سور دي هي ا فوا سي سور بي فوا دي ونكمل لها فوا العدد هذا دونك باش تجيني 1 فوا 10 فوا 11 وفي الديناميناتور باش تجينا 5 فوا 11 فوا 6 5 فوا 11 6. فما انس خليني نحي نرتاح منه اش تبقى هنا 10 10 sur 5 x 6 هي 30. هنا مدى مو كذار عدد عشره وهنا مدفزي بالباردس donc je simplifié 10. تبقى لي 1 sur 3 et voilà donc la valeur de ب هي اخذروها البيج كانت شنو ولت توا بالسمبليفيكاسيون باستعمال الكالكول اللي نعرفوه كانت هذا كله ولت في الاخر ايجال ان 3 باستعمال قواعد الكالكول اللي قريناهم نجي للسي مانتو كيف كيف ديما كالكولي نشوفو السي متاعنا كومون فالا كالكولي لهنا تنجم تنشر وتكمل تحسب كيما تنجم تحسب اللي بين قوسين وبعد تكمل لهنا باش نحسب اللي بين قوسين باش نطبق توحيد المقامات دونك ايجال 7 4 فوا الان هذا ما نتفهمنا فيه هو ان سور ان كيما زادت نجم تكتبو سات شور سات 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 هو واحد سبعة على سبعة ديما الواحد اكتبو أ أ حسب الأ اللي عندك لهنا عندك ثلاثة اكتب ثلاثة على ثلاثة عندك أربعة اكتب أربعة على أربعة خاطر أربعة على أربعة واحد ثلاثة على ثلاثة واحد سبعة على سبعة واحد ربحت أنو عندك نفس المقام موان دو سات سهل على روحك الكالكول موان مو قلنا موا مارتين ورا بعضو دو. دونك تولي لي بلس 1 3 ايغال دونك لهنا عندي 7 4 فوا اش يولي لي نومبر هذا مو عندي سي دينوميناتور مشترك هو سبعة. 7 6 موان 2 هي 5 بلس 1 سور 3 ربحت شي سيت هنا موجودة الفوق ولوت عندي الحق نختزلها وكا باش نزيد نمشي لتاب A sur B fois C sur D هيدا في هيدا مع هيدا في هيدا دوك شجيني 7 فوا 5 sur 4 فوا 7 بلس 1 سور 3 عندي 7 نختزلو ينقص عليا الكالكول دونك باش تبقى 5 سور 4 بلس 1 سور 3 هنا توا باش نطبق توحيد المقامات آه ا هذا في هذا مع هذا في هذا على سو برودوي دونك ايغال سو نومبر باش يكون ريتو توا هنا ديما نرجع الاكل فورميل تاع الشطه تعمل انت اكتبهم الكل قدامك وابدا طبق اعطيهم اساميهم هذوما نتاع السنكاري هذوما نتاع الكومباريزون حطهم بالاسماء كيما مقسمينهم احنا في الكور وكل مره طبقهم اللي سي تلقى روحك طبقتهم كلها وشديتهم دونك هنا 5 × 3 هي 15 بلس 1 × 4 هو 4 سور 4 × 3 اللي هي 12 ونحسب دونك عندي 15 بلس 4 هو 19 سور

هذا في هذا يعني موين 2 سور 2 هذا في هذا معناه سور 2 دو رسين 2 دو دو. اشوالا عندي لهنا ولتا عندي A سور B سور C قلنا كي نقسم على هي على قسيون كي ما هذا فيه رابطر ده نوبر نضرب في المقلوب دوك شواليلي 2 دو موين رسين 2 فوى الانفرس انتع هذا اللي هو 2 رسين ده دو 2 سور رسين ده 2 2 Alors, le rythme de la dire que K fois B sur C, c'est K fois B sur C. C'est-à-dire que ça donne 2 moins racine de 2 fois 2 racine de 2. Tout ça divisé par racine de 2 moins 2. فما اختزال اما مش حاضر 100% كي وصلت لهنا ريتوه 2 ورسين راسين دو ورسين دو وراسين دو دو هذي هذي كي تعمل رسين دو دو. هي

الأو شنو فيه هذا بالله قبل ما نرجع لل... نمشي هذا كان ما فقتش بحكاية لبوزي راك تنجم تخرج سيني موان هنا وتولي هذه تتكتب موان دو بلس راسين دو دو اللي هو هذا وتختزل وتبقى لك سيني موان برا به جي تول الأو كالكولي كيف كيف انا كي نشوفوا العدد هذا ريتو هناك يحط لك دي بوان بدا هو 1 موان 2 1 موان 3 بعدها تولي 1 موان 5

باهي خلينا نشوفوه العدد هذا واش يعطينا الاول 2 سور 2 موان 1 سور 2 ما هو المقام المشترك سيء تولي تعمل 2 موان 1 اللي هي 1 سور 2 فوا هنا المقام المشترك هو 3 تعمل 3 موان 1 اللي هي 2 فوا وانت ماشي فوا 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 حتى توصل هذا هذا اش يجيك 29 موان 1 اللي هي 28 سور و هو 29 واخر واحده 30 1 هي 29 سور 30 توا كي نغزر له لحدد باش نلاحظ حاجة ريتو هنا عندك دو تختزلو مع الدو هذا هذا العدد اللي بعده كان حسبناه باش تلقى تروا كات اللي بعده باش تلقى كات باش نبقى نختزل للي نوصل اللي قبل هذا بيجيني 27 سات نختزل هذي اللي بعده 29, 29 هذا وهنا هذا في الاخر شبقالي هنا بقت لي وهنا بقت لي الاو لهنا إيجال. On vient de trouver E égale 1 sur 30. Et voilà donc pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice 3, 5, donc, Alors, on regarde, on le Lux, on donc, on a les puissances. Là, comme on est en on a X, Y, Z, T, E et F. On a toutes les puissances pour appliquer les règles qu'on a la puissance. On va pour le X, la La question, bien sûr, est simplifiée. Je fais que fait le X Donc, ici, j'ai un numérateur qui est... 3 على البوسون 5 الكلها اكسبوزون 6 البوسون 6 × 12 في الدينوميناتور عندي 3 بوسون 9 × 9 بوسون 10 هنا باش نطبق القواعد نتاع البوسون باهي لان كيفاش نطبق قبل ما نبدا نطبق ديما نحاول اني اذا فما جو بو هذه نرجعهم دي برودوي كيما 12 كيما 9 نرجعهم معناها دي جو دي كومبوز اون برودوي فاكتور برومي باش اذا فما اي اختزال نجم نعملو بالنسبه ل 3 3 بيسونس 5 كلها ال 6 القاعده اش تقول لي هي 3 ال بيسونس كي عندي ا بيسونس ام كلها بيسونس ان هي ا بيسونس ام فوا ان ام فوا ان 5 فوا 6 هي 30 لهنا وانت تخدم في الاكسرسيس هذا اش تعمل اجبد لي فورميل تاع حطهم قدامك ما تكمل كان تلقى روحك حفظتهم بالباهي وما عادش تنساهم وتعرف تطبقهم نمشي نكمل هنا الدوز الدوز قلنا شنو نكتبو هو 4 فوا الكات في حد ذاتها هي 2 او كاري فوا 3 دونك عملتنا هنا الدوز جو لا فاكتور برومي باش نجم ديما في التيب هذا يلزمني جو دي فاكتور برومي باش نجم نلقى expo 9 fois donc 9 هذا باش يكتب لي 3 au carré كلها puissance 10 سي هنا bas j'ai décomposé en produit de facteurs premiers l'عدد الكلهم باش نبدا نطبق في القواعد نتاع البويسونس 3 donc لهنا باش هو عندي 3 لهنا بويسونس 30 خليها كيف ما هي 2 او كاري بور لو مومون خليه و 3 خليها علاش خاطر باش نتلها بالديناميناتور اش في جيني فيه 3 بويسونس 9 فوا 3 او كاري بويسونس 20 اش تولي 2 بويسونس تاع برودوي 2 فوا 10 20 دونك هنا عندي 3 بويسونس 20 ايغال دونك في النوميراتور Vous voyez bien, il y 3 et 3 puissance 30. 3 هذا راهو عبارة 3 puissance 1 دونك تجمع A puissance N في A puissance M هي A puissance N مع M دونك 31 فوا 2 أو كاري سور هنا كيف كيف باش نجمع 9 بلس 20 هي 29 دونك هذا بالنسبة للإتاب هذي دونك إيجال إيش مازال عندي A على بيسونس N sur A على بيسونس M هي A على بيسونس N n moins m. Donc moins 29 fois 2 au carré égale 3, 31 moins 29 y 2. Donc j'ai 3 au carré fois 2 au carré. Et il y a de la A puissance n fois b puissance n. y A fi b puissance n. Ma y 3 fois 2. le coup a puissance 2. Et il y a 6 au carré. Donc, x Qui est simplifié, il y a là, 6 au carré. Et il y a 36. هنا كي نرجع كي نجي نشوف ليكزيرسيس هذا شنو هما لي فورمول لي طبقتهم نجي نشوف طبقت ا بيسونس ان الكلها بيسونس ام هي ا بيسونس ان في ام هكا طبقتها لهنا ا بار اني رجعتهم برودوي دو فاكتور بريمي باش نجم نلقى الاختزالات الممكنه دونك طبقت زيد شنو طبقت اخر طبقنا لهنا في البرودوي هذا ا بيسونس ان في كما لهنا مثلا في A بويسانس M هي تولي A بويسانس هنا نجمع كي تبدا بويسانس نضربهم في بعضهم كي A بويسانس N في A بويسانس M نجمع طبقنا زيدا A بويسانس N على A بويسانس M كما لهنا 3 بويسانس 31 على 3 بويسانس 29 هي A بويسانس N ناقص M فلا دونك كي تحط لي فورمول تاعك وتبدا تجبد تشوف انهي اللي باش طبقها واللي باش تعطيك الريزطا الوغ دونك باش نتعدل الباج السويفان تشوفوا شنو عندنا الايغريك الايغريك هو النمبر هذا كيف كيف نفس السؤال سامبليفي اول حاجه قلنا اون ديكومبوز اون برودوي تاع فكتور برومي طونك سي بوسيبل كي نجي نشوف 32 هذه باستعمل كالكولاتريس نتاعك ابقى اقسم سور 2 2 سور 2 حتى تلقاها هي 2 puissance 5

فما حاجه اخرى هنا حد لهنا سي بون فما اللي نجم يلاحظ انه 64 الكالكول راهو ديما عندك مرونه معنات نجم تخدم طريقه اخرى ريت 64 سور نجم سي تي رمارك كون 20... 128 هي 64 فوا 2 سي الكل هترجعها ان دومي اللي هي هاي باش تطلع لهنا انت كي تنحي 2 6 من هنا و 2 6 من هنا تبقى لك 1 سور 2 ايكال هي باش نطبق هنا لي فورمول باش نبدا ا بيسونس ان سور ا بيسونس ام شتجيني 2 بيسونس 5 مو 8 باش نكتبها 5 مو 8 الكلها بيسوس 4 فوا جو في لا ميم شوز لهنا جيني 2 بيسونس 6 مو 7 الكلها بيسونس -5 ايغال 5 مو 8 هي مو -3 بيسونس 4 فوا 6 moins 7 et moins 1, donc 2 puissance moins 1, il y a 1 demi, il, il, il y a 1 64, 1 demi, puissance moins 5, égal à A puissance n puissance m, on produit, donc j'ai 2 puissance moins 12 fois, ou j'ai moins 1 fois moins 5, j'ai 5. A puissance n fi A puissance m, j'ai 2 puissance moins 12 plus 5, moins 12 plus 5, il y a... -7 Donc, le résultat, ou est 2 puissance moins 7. Donc, y est égal. On a simplifié. Donc, il y a 2 puissance moins 7. On mais les propriétés de la puissance que nous savons. On ajoute le Z. Pour je décompose un produit de facteur premier. À ou l et le 45, je peux remarquer que le 45 est 9 fois 5. ou 9 est 3 au carré fois 5. Donc, on le 45. On 3 au carré fois 5. le ça cool, la puissance moins 4 fois 3 hadra, 3 puissance 9, divisé par le 15, le 15 est 3 fois 5, puissance moins 3. Donc, comme le calcul est égal. Donc, le 15 est égal. Alors, 3 au carré la puissance moins 4. Puissance, donc, 3 au carré la puissance moins 4. produit 2 fois moins 4, il y a moins 8. ف 5 4 هنا طبقنا حاجتين أ في بي قوت أن هي أ قوت أن في بي قوت أن وبعد الأ قوت أن فيها أ قوت أن قوت اللي هي دو فوا 4 اللي هي 8 فوا 3 9 لوطا لهنا 3 3, -3. توا نبدأ ننظف الخدمة نتاعي دونك في النميراتور شنو باش

Moins, moins 3, 10 mal la puissance qui est en train de la plus, c'est le signe. Qu'est-ce plus est plus 3 3 moins 3, keni moins 3, rajaha plus 3. Plus 3, plus 3, plus 3. Et il y a donc 3 puissance 4 fois 5 puissance moins 1. Donc, je vais dire 3 puissance 4 sur 5. Et voilà donc, z égale 3 puissance 4 sur 5. Et voilà donc le nombre z.

ديما كي تبدا القوه لهنا عدد زوجي ان بير السيني مو يتنحد دونك ساتو كاري اساس شنكتبها نكتبها دو فوا دو كات فوا دو ويت فوا دو سيز انا نعملها اربع مرات دونك دو بويسونس كات دو فوا دو كات فوا دو ويت فوا دو سيز ال 49 هي ساتو كاري اظن يلزمني نبدا نعرفهم لي كاري بارفي حكينا عليهم الموان 12 بويسونس 3 بما انه لهنا ريتو هذا موا والبيسونس هنا امبير دونك العدد هذا باش يبقى لي سالب دونك فما سيني موا باش نخرجو لبرا لهنا ونحط لهنا فوا 12 بيسونس 3 اللي هي 12 دو او كاري فوا 3 الكلها بيسونس 3 السيني موا اللي حطيته لهنا هذا هذا خرجته من هنا بوسك هنا البيسونس سي ان نومبر امبير دونك هذا باش يبقى لي سالب فما سيني موا خرجته لبرا دونك لهنا كاني فسخت وانا سين ها هو لي موان هنا ايغال ريت موان موان دونك تحت منها الموان جمله باش نحيه دونك ما عادش عندي موان انشي لهنا دونك 3 او كاريه فوا 7 او كاريه او 7 او كاريه خليني نحيهم انت ونرتاح منهم فوا 2 بويسونس 4 2 او كاريه l'école à puissance 3 toile et 2 puissance 6 ou 3 puissance 3 égale tawa 2 au carré sur 3 à l'absence 3e 2 euh, pardon mais rouge de au carré halini face à sa haie des hières et 3 le 3 au carré sur 3 puissance 3 donc il 3 ya trois puissances 2-3 fois

4 في 3 هي 12 دونك لهنا لو نومبر تي ايغال 1 على 12 فالا دونك انا سامبليفي هذا النمبر اللي هنا 1 على 12 باستعمال دونك بيان سور لي بروبريتي نتاع الكالكول كنشوف لهنا ترام بعضنا شنو استعملنا فما اف بي بويسونس ان استعملنا parmi الحاجات اللي استعملناهم اف بي كلها قوت ان هنا باريكزومبل هي ا قوه ان في ب قوت ان استعملنا إنه a قوت ان قوت ام كيما 2 او كاري 3 a قوت ان قوت ام هي a a n فوا m خاطر 2 او رجعناها هي السيس هذه جت من 2 فوا 3 استعملنا a n A puissance M, il y a A puissance N moins M. Vous voyez donc, je vais vous faire les formules. Je vais vous le E maintenant. Je vais vous faire simplifier. Je vais vous faire les je qui ont les exemples. Je vais vous hum les formules. Je ah, vais nah, les différences. باهي ما عنديش الحق مثلا هنا ديسبيسونس اني نختزلو فما هذه من الاخطاء الشائعه عند التلامذه انه جي باغ اكزومبل هنا يلقى نفس العدد دي يختزلو ما عندك الحق في الاختزال كان كي تبدا كلها فوا كيما هنا عندي هذا في هذا في هذا على هذا في هذا في هذا كلهم فوا دونك جو بو هنا لا دونك خليني نظهر فاكتور كوما نجم نحط ديسبيسونس كات اون فاكتور كي نهز كات هنا شتبقى كانت سته بشتل 10 تربيع 6. هذا مهنا. تري bien au carré. ختار 10 704 fois 10 au carré. تجمع 4 plus 2 هي 6. moins 0. ختار. كتنشر 10 704 fois 1. عطيك 10 704 اللي عندك لهنا. بيشنا عمل نفس الحكاية في الدينوميناتور في الدينوميناتور شنو بيشنالجا؟ 10 704 كيف كيب؟ بيشنا حتى فاكتور تبقى ليهنا 10. ختار 10 أك تربيع 1. 10 تربيع 4 fois 10 تربيع 1 هي 10 تربيع 5. moins 1 لهنا دونك ما هوش ابليكاسيون كيما بقيلا ديريكت على البويسونس جوست رد بالي اني انا نجم نحط هذا اون فاكتور 10 بويسونس 4 حطيتو اون فاكتور اش بقاتلي دونك ال égal. ايغال قلت لي 10 كاري موانزا باش نحسبها 10 كاري هو قال لي 10 كاري هي 100 100 كي تنحي منها 1 باش تبقى لك 99 سور 10 هنا 1 هي 9

Très bien, Martin. Le même chose 2 puissance 4. C'est Martin. Donc, on a deux fois... لهنا عنده 2 فوا 2 5 خاطر هز دو بويسونس مرتين وهنا هز مرتين 2 هنا تو انت حر تنجم تكتب هذه 2 تولي كلها 6 كي تختزل كيما تحب دونك هنا ما قلنا عندنا مرونه في الكالكول المهم تخدم بالصحيح هنا مثلا باش نهز دو 6 خاطر هنا 2 Et là, a la résistance de 2 puissance 1, on a la à de 2 puissance 5. On a la différence de 2 puissance 6 moins 5, ou 6 moins 5 qui est 1, donc 2 puissance 1 niveau 2. Et à ce moment-là, l'expression rédicolaire n'est autre que 2. F égale à 2. Et voilà donc notre exercice numéro 3. À ce l'exercice 4, donc je vais les formules de la puissance. اكاريتو كل ما انت تستعمل لي فورمول نتاعك راك باش تشدهم اون فوا بور تو دونك ساعات نكثروا لي زابليكاسيون باش انت تنجم سي تتمكن من لي فورمول بالباهي هذاك علاش لي زابليكاسيون كي نكثروا منهم ويكونوا فاري التلميذ يخلط باش يسيطر على لي فورمول ويسيطر على الكالكول ويتهنى عليه اون فوا بور لهنا عندي ا بوسونس قاعده نكتب في الاكس بي كاري 3

دونك هنا فيك دريا كالكونك بي باش جوست لهنا في التيب هذا نتاع اكزرسيس باش نزيد نتمكن بالباهي من القواعد نتاعي نشدهم اون فوا بور توت فوا دونك هنا سعملت ا في بي قوت ان هي ا قوت ان في بي قوت ان نفس الشيء لهنا ا في بي قوت ان هي ا قوت ان في بي قوت ان دونك باش تجيني ا بيسونس موان دو بيسونس تروا فوا بي كاري بيسونس تروا

Moins 2 fois 3, il y a A puissance moins 6, fois B, il y a 5, c'est bien, il 6Z, puissance, puissance, nous le produit. Donc, il 6. Donc, A puissance 6 fois A puissance moins 6, A puissance moins 6, il a 1 sur A6. A6 fois 1 sur A6. a six. Ou fois B à la puissance moins 8 plus 6. Plus 6. A6 à la A6 qui est 1, donc B moins 8 plus 2, il y a B exposant moins 2, et voilà, on a simplifié. Donc, on X égale B exposant moins 2. On peut la remarquer, je vais vous dire que c'est A6 fois A moins 6. باش نحطها لهنا ا 6 فوا ا موان 6 تنجم راهو احنا ما نكتبناها ا 6 فوا 1 سور ا 6 وقت تنجم زاد تطبق عليها ما قلنا فما مرونه في الكالكول تنجم تتصرف اما المهم تطبق لي فورمول بالباهي نجم انا طبقت لهنا a موان 6 هي 1 سور ا 6 نجم انت تقولي لا انا نحب نطبق الفورمول ا ان في ا ام هي ا مع ام دونك 6 6 اللي هي ا 0 وعدد نون نول 0, 0 هو 1 يجعل 1 Et donc, les hôles, les hôles, les hôles, on a simplifié, on a le 1 et on retrouve le même résultat. Nous chouffons le y maintenant, Pour ben le y est un indice, on a fait la question, donc, on a tout trait de fraction. Et nous avons dit ab carré, ab au carré, et le coup la puissance 3 fois A carré, b 4 le coup la puissance moins 1 sur a moins 1 b 4 a moins 1 b 4 la puissance 2 fois a carré b à la puissance 3. Donc, -il, dans nous une à la fin de la phase, c'est que nous formules machinalement. Donc, a3 carré ou puissance 3, donc, notre fait 6 fois a au carré puissance moins 1, a un donc a moins 2, b4 puissance moins 1, produit kiff kif. kif. 4, qui le produit à la puissance. A moins 1 puissance 2, donc tu as les A moins 2, B4 puissance 2, donc produit qui est 4 fois 2, tu as B8, fois A2 puissance 3, 2 fois 3, et A6, ou B3. نكملت هنا في الف و B على بسنسان تبرقتها. طول هنا عندي أ تر و ف و أ مين د. إش نجم نكتبها؟ أ تر و ف أ مين د. donc نجم نكتب 3 2 تبقى لي أ ب 6 أو ب 4 4. بشتجمعهم. فا 6 4 هي 2. donc بشتبقى لك ب أو كاري في الدينوميناتور داوا. عندك 2 و 6 بشتجمع. donc 6 2 اللي هي 4 و بي 8 فوا بي 3 هي بي 11 تجمع إذن هنا الحكاية كل نعرف وقتش اللي بيسانس وقتش نجمعهم وقتش نضربهم في بعضهم وقتش نعم برودوي نجمعهم تبدا عندي آن نكتبها لهنا نجمعهم تبدا عندي آن في آم هنا نجمع باش تجيني ا بليسونس ان مع ام نضربهم في بعضهم كي تبدا ا ان كلها قوت ام تجيني ا بليسونس ان فوا ام ونطرحهم من بعضهم كي تبدا عندي ا بليسونس ان سور ا بليسونس ام هنا نعمل ا بليسونس ان موان ام دونك نجي نكمل الكالكول نتاعي لهنا تو باش نطبق الاخرانيه هذه الثالثه ا سور ا 4 باش تجيني نطرح دونك ا مو كات هي مو 3 فوا B à la puissance 2 moins 11, il y a moins 9. Et voilà donc la valeur de Y. J'encadre donc le résultat. Et là, là on a fait le Y. On a fait ces trois formules. Donc, on a terminé avec l'exercice 4. Juste, qu on que fait le temps de faire les formules. Et on a fait le temps de faire. On a fait le temps de faire machinalement. C'est bon. On a fait le temps de faire les formules. عالسلامة في الاكزرسيس 5 دونك باش نخدمو على لي كاري لي كاري عرفناهم عرفنا لي بروبريتي اللي عليهم البروبريتي اللي باش نستعملوها لهنا في الاكزرسيس هذا هي راسين كاري دو ا فوا ب عرفناها بور ريال بوزيتيف هي راسين دو ا فوا راسين دو بي هيديا باش نحقوه بالنسبه للكزرسيس هذا ولي كاري بارفي حكينا عليهم لي كاري على راسين دو 4 يا 2 دونك الكات اذا كاري parfait راسين دو 9 3 دونك 9 تا كاري parfait راسين دو 74 يا 8 دونك 74 تا كاري parfait في لي اوبيراسيون من نوع هذوما ديما يلزمنا نظهروا هل لي كاري بارفي هذوما باش نجمو نعملو لي سامبليفيكاسيون تاعنا نبداو دونك بال ا في ال اش نواطاني راسين كاري دو 72 Moins 3 racine carrée de 75, plus racine carrée de 98, plus 5 racine carrée de 27. Donc, ici, il simplifie simplifier l'écriture. Pour ceci, donc, il s'implique chaque كل عدد اللي عطاهم لي 72 75 98 27 نحاول نكتبها لو برودوي دان كاري بارفي اي دان كاري بارفي علاش باش نجم مثلا كي تظهر لي 64 64 راسي نتاعها يولي لي 8 نجي ل 72 باغ 72 نجم نكتبو 36 فوا 2 علاش اخترت الترونتسيس لهنا؟ خاطر الترونتسيس هو إلي ديفيزيبل بار تروا زيد راه تنجم تكتبو تروا فوا ان لكن ماهمش الزوز ماهمش كاري بارفي، تختار واحد منهم يكون كاري بارفي، باش بعد راسين دو ترونتسيس، لهنا وين راسين ترونتسيس، ألوغ هاي لهنا، دونك تو بي لا نعملو نفس الشيء لل 75. موان تروا وهذو ما راك تولي تعرفهم وتتعود ومتع... عليهم بالخدمه تولي ملي تشوفها ديريكت تقول اه 75 هي نكتبها 25 فوا تروا تولي وحدك ملي تشوف العمليه تعرفها شنو باش تستعمل نكمل ال 98 دونك بلس راسين كاري 2 ال 98 نجم نكتبو 49 فوا 2 خاطر هما ارقام باش يتعاودوا ان فاست خدمت عليهم مرتين ثلاثه سي هما نفسهم باش يعاودوا يعرضوك تولي تعرف كيفاش تعملهم ال27 هي 9 و 3 ان فاست عملت لي كاري بارفي نتاعي سي بون توا باش نستعمل القاعده هذي راسين دو اف و بي هي راسين دو اف و راسين دو بي نجي لهذه باش تجيني راسين دو 36 فوا راسين دو 2 موان 3 فوا راسين دو 25 فوا راسين دو 3

Racine de 25 qui est à 5, top dis 3 fois 5, racine carrée de 3. بلس راسين دو 49 هو 7 ريتو هنا علاش استعملنا لي كاري بارفي خاطر عندي راسين دو 49 هو 7 راسين 64 8 نلقى دي زونتي ناتوريل اللي باش يعملوا لي يخولوا لي نعمل السامبليفيكاسيون تاع لي كالكول بتاعي. دونك فوا راسين كاري دو 2 بلس راسين دو 9 في 3 دونك 5 في 3 راسين كاري دو 3 برك وين نكتب رد بالي ما نعملش اخطاء في الكالكول دونك هنا عندي 6 راسين كاري دو 2 بلس 3 في 5 هي 15 هنا كان تلاحظوا قاعده نمشي معاكم ايتا ايتاب بار ايتاب باش الناس كلها تنجم تفهم اللي فاهم ينجم راهو فما دي ايتاب انا لهنا حتى 3 فوا 5 و ديريكت يحط دي 15 بالنسبه للتلميذ مازال دوبا يفهم دونك خلينا نمشوا ايتاب بار ايتاب وبعد رانا الناس الكل نخلطوا ان شاء الله نفس مستوى الفهم دونك بلس 7 راسين كاري دو 2 بلس 15 راسين كاري دو 3 دونك لهنا نرجع نثبت في الكالكول نتاعي دونك هنا الموا هذا موا موا انا لهنا جيت بدلتو بلوس لو هذا شنو هو سي اون سموهم الاخطاء هذو ما يصيرو زلنا ديما ردوا بال بالنا منهم كيفاش نرد بالي منهم وانا نخدم مثال شكون نرجع نعمل طلع على ليكزرسيس نتاعي شنو فيه دونك لهنا فما موا وهذيا كيف كيف موا توا نكمل الخدمه نتاعي ايغال فما هنا 6 racines carrées de 2 plus 7 racines carrées de 2. Et les 6 plus 7, ça fait 13. Donc, le résultat est 13 racines carrées de 2. Et voilà, donc on a trouvé, ben, a, on a trouvé que A est égal à 13 racines carrées de 2. Voilà, donc, le calcul, on ben, a trouvé que B. شوفوه البي مع بعضنا البي قالور اللي هو راسين دو 320 موار راسين دو 125 بلس راسين دو 180 سو راسين دو 80 بلس راسين دو 20 يحبني نعمل سامبليفيكاسيون الحل الوحيد بالنسبه لي لهنا اني نستعمل ليكاري بارفي ونستعمل الفورمولا راسين دو ا فوا بي هي راسين دو ا فوا راسين دو بي باش تنجم تصير لي الاختزالات الممكنه دونك نجي لهنا رصيد 320 لهنا 320 لازم نشوف شنو نجم نكتبها 320 نجم نكتبوه 64 × 5 هنا الحكايه كلها تحط لي كاري بارفيوم تاعك بحذاك وتحط الكالكولاتريس وتبدا تحسب كي نجي نشوف لي كاري بارفي مثلا 3 تقسم على 3 تقسم على 4 تقسم على 16 على 25 وانت ماشي حتى توصل لاكبر كاري بارفي ممكن عندك نجم تقسم عليه العدد وهذيك اول تاخذه موان 125 25 دونك اني فما 25 وبعد راهو قلنا انت تلما تخدم عليهم تولي ملي تشوفها تعرف تفهم شنو باش تعمل لها ما كيدك بلس راسين 280 180 180 نجمو نكتبوه 36 x 5 سور دونك لهنا جوست نطولو هذا شويه الوغ سور راسين دو 80 ال 80 شنو نجمو نكتبوه هو 16 x 5 plus racine de 20, racine de 20, il y a 4 fois 5. Retournez rapidement les carrés parfaits. Andil 4, Badil 4, 3 au carré 9, Badil 25, 36, 49. بعد 49 في 8 كاري 64 أنسي دو سويت جي انتي ل 320 تقسم بار 4 بار 9 بار 25 بار 36 هنا انا وصلت تقسم بار 64 لقيتها ديفزي بار 64 بعد 64 لا دونك وقفت غادي في 64 تعمل نفس الشي للأخرين 60, 125 تقسم على 4 9 25 قسمت على 25 لقيتها 5 سي بون bon. تتعدى للي بعدها باهي شوش باش نربح لهنا وقت عملنا دونك هذوما رجعناهم برودوي نتاع أكاري كاري بارفيو على نوت نمبر إيجال دور 64 فهمنا فيها هي 8 تاو هنا قاعده نطبق فيها السن دو افار السن دو 5 راسين 64 هي 8 تاو لهنا راسين دو 25 ف 5 راسين دو 25 ف 5 وتبقى لي راسين دو 5 بلس راسين دو 36 هو 6 ف راسين كاري دو 5 سور سور لهنا راسين دو 16 16 هو 4 فوا راسين كاري 5 بلس راسين 4 هي هنا راسين 4 فوا 5 معناها راسين دو 4 اللي هو 2 فوا راسين كاري دو 5 ايغال توا لهنا تلاحظوا اللي فما راسين دو 5 يتعود لي باش نجمع شو نلقى هنا عندي 8 ريتها راسين دو 5 راسين دو 5 راسين دو 5 اجمع لي كوفيسيون هذوما تبقى الراسين دو 5 بيان سور هنا عندي 8 موان 5 هي 3 3 بلس 6 هي 9 le numérateur, femme 9, racine carré de 5. le dénominateur, femme 4 ou 2, racines de 5. Donc, le col femme 6, racine carré de 5. Racine de 5, mon joue en haut et en bas, je peux la simplifier. Tapra les 9 sur 6, je peux la simplifier par 3. Tapra les 3 sur 2. Et voilà, donc le B, BHD délicent toute cette expression. Ou le b égale tout simplement 3 sur 2 l'obéni simplifié et voilà donc on a simplifié le B et on a terminé avec l'exercice numéro 5